رجعنا لكم بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل زي ما قلنا الكحك التركي، بس قبل ما اعمل الكحك هعمل له الحشوه بتاعته. عندي هنا شويه زبده وعندي شويه تفاح مبشور وهقلب التفاح ده مع الزبده هضيف له بقى شويه سكر بني. انتوا عارفين ان التفاح بيمشي طبعا النكهات اللي بتمشي معاه هي السكر البني والقرفه، وممكن اختياري لو عندكم طالما الموضوع رمضان لسه ولسه عندنا شويه يميش فاضلين في الثلاجه ممكن ناخد شويه عين جمل مجروش او مطحون بالشكل ده نضيفه للتفاح هيديله قرمشه حلوه. لو ما فيش التفاح برضو لوحده بيسد ما تقلقوش. هنقلب المكونات دي مع بعض ونسيب التفاح يتكرمل ويبتدي ينزل المية بتاعته. ما تقلقوش احنا هنتخلص من المية دي بالنشا، بس مدين بس التفاح فرصة يتعمل على النار. هنبتدي نشتغل في العجينة بتاعت المعمول، مش المعمول، الكحك. الكحك انا هحتاج له 3.5 كوبايات من الدقيق. معمول خلاص عملناه ودخل فرن، اللي علينا عملناه. الحاجات اللي عماله تقع يمين وشمال. وهحتاج تقريبا 1/2 كوباية من السكر البودره، وهحتاج كمان معلقه كبيره من النشا، وهحتاج معلقتين صغيرين تقريبا من البيكنج باودر، وهقلب المكونات دي مع بعض. هحطهم هنا على جنب وهجيب القالب ده وخليني اشتغل في ده برضه. عندي الفانيلا كمان وعندي بيضة واحدة بس، وعندي حوالي 3 معالق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وعندي كمان 3 معالق كبار من الزبادي، بس الزبادي يعني ياريت نصفيه في مصفى ونسيبه طول الليل في التلاجة متعلق كده في مصفى على كوباية من تحت عشان ينزل كل المية بتاعته. عايزين زبادي يكون خالي من المية. الكحك التركي ميزته ان هما بيستخدموا زبادي اليوناني او الجريك يوغرت، فده بيبقى فيه او بيبقى ناشف تقريبا من المية وبيبقى تقيل قوي، فاحنا لو حبينا نعمل كده لازم نتاكد انه الزبادي تخلص من الميه بتاعته. ضفت انا شويه سكر بودره بس شويه يعني معلقه عشان خاطر عايزه الحشوه تكون مسكره. وعندي هنا النشا هضيف تقريبا شويه نشا كده. انا عملت غلطه كبيره قوي، الغلطه دي ما تغلطوش زيي عشان ابقى بوصل المعلومه صح. لازم النشا دايما ندوبه في شويه ميه، يعني انا ربنا سترها معايا كده وما كلكعش، لكن ما تعملوش غلطتي. انا مش عايزه اصدق نفسي ان هي ظبطت معايا وكل حاجه، هي ظبطت بس المره دي، بس العادي ما بتظبطش. العادي غلط جدا ان احنا ندخل بالنشا على حاجه سخنه كده. تمام، هسيب الحشوه دي تنشف من السوائل. هبتدي دلوقتي اشتغل في الكحك او الكحك التركي. هبتدي بقى الم كل المكونات دي مع بعض واعجنها بالراحه من غير ما ترطش على نفسي ولا على الكاميرامان. الكحك ده جميل قوي وبيبقى هش زي الكحك بتاعنا المصري يعني او الكحك العربي عامه، بس هو الحشوه بتاعته كمان بتبقى حلوه. وهما في تركيا بيعملوه زي الباتيه ملفوف، بس انا هعمله زي المعمول في قوالب. ممكن تعملوه زي الكحك العادي وتنقشوه، يعني نفس الطريقه بتوصل لنفس الحاجه ونفس العجينه. ممكن نعمل بيها حاجات كتيره واختيارات كتير. هنبتدي بقى نلف العجينه بالشكل ده. الحشوة خلاص استوت،
لما تلاقوا انه العجينة ساعات مش بتشرب الزبدة كويس ممكن نساعد بشوية مية زي العجينة البريزي او عجينة الشورت كراس اللي احنا بنستخدمها للتورتة، بس اهم حاجة تكون مية ساقعة مش مية سخنة. هاخد شوية مية تحت ايدي. يعني حوالي مية العجينة لو ناشفة ممكن تحتاج لها حوالي 3 او 4 معالق كبيرة من المية البرد. ودايما ندعك العجينة بتاعت الكحك زي ما نكون بنبس الكحك العادي بتاعنا. واحنا ماشيين بنلم. لو حابين تعجنوها بالمية اوكي، لو مش حابين ممكن تعجنوها بالزبادي كمان، الاتنين بيوصلوا لنفس الحاجة. هقلبه هنا بقى دلوقتي عشان اتحكم فيه اكتر. كده تمام. هيبتدي دلوقتي الكحك او عجينة الكحك تلم نفسها. بس شوية كده. هنلف بيها على كل الحاجات دي نلمها مع بعض. ودي بقى عجينة الكحك اللي احنا عايزينها، بتبقى ناعمة وزي ما انتوا شايفين متجانسة مع بعض ما بتلزقش. احطها هنا على جنب، ممكن نغطيها عشان ما تنشفش، وهبتدي انضف الدنيا عشان اشتغل الكحك بتاعي على رواق. اشيل اي حاجه ملهاش لازمه. زي ما قلت الكحك ده ممكن تعملوه بالشكل العادي مجرد كور وتنقشوه بالمنقاش بتاع الكحك، او ممكن تستخدموا قوالب المعمول زي ما انا هعمل دلوقتي. هناخد شوية بس، خلوني استخدم المعلقة بتاعت الزبادي للحشو. هقرب مني الحشو وهتشوفوا دلوقتي هنشتغل ازاي. هناخد شوية من العجينة نحط فيها الحشوة، نقفلها بالشكل ده. بس حاولوا تستنوا على الحشوة على ما تبرد عشان ما تخرمش العجينة، انا مستعجلة فمضطرة عشان خاطر الوقت. هنجيب الصينية تحت الكحك، هندهنها بشوية الزبدة اللي فاضلين دول. ممكن اخد زبدة من هنا. كده تمام. الزبدة دي احنا عايزين بس عشان ما يلزقش الكحك في الفرن، وكمان لو شفتوا نفسكم مش فاضيين ومش قادرين تقعدوا جنب الكحك ممكن تدهنوا الصينية بالزيت، لانه الزبدة مهما كان بتخلي الكحك يحمر بسرعة. زي ما قلت ممكن تستخدموا قوالب المعمول وممكن تستخدموا او تعملوا الكحك عادي. الاتراك اوريكم ازاي بيعملوا الاتراك، استنوا نعمله زي ما بيعملوا الاتراك. نخلي دي على جنب ونشيل دي مثلا، هنوريكم ازاي بيعملوا الاتراك زي ما كانتوا في تركيا بالظبط.
هناخد العجينة ونجيب النشابة ونفرد العجينة بتاعتنا بالشكل ده. يلا تغيير، عملنا المعمول بالقالب، نعمل الكحك زي ما بيعملوه الأتراك. هحتاج السكينة الصغيرة، هقطع كده وهاخد شوية من الحشوة وهلف زي الباتيه. ممكن بس اسوي له الجناب كده، وما تسووش الجناب الا بعد ما تحطوا الحشوة عشان تعرفوا تقفلوا عليها. اهي، وهنرصه على الصينية بتاعتنا كده. هنعمل واحدة تانية، هنجيب الحشوة نحطها بالشكل ده وهنلفها تاني، وهنكمل الحشو بتاع باقي الكعك التركي، وهندخله الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 14 دقيقة. عايزينه زي المعمول برضو يشقر من تحت شوية ومن فوق، ونخرجه لما يبرد خالص نطلعه من الصينية ونرش عليه السكر البودرة. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.